بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده، نخلي البدنجان طبق كده يعني سريع كده، تقدري ان انت تقدميه مع على اي اكلات كده انت هتعمليها. دلوقتي بقى حبايبي دي كده التتبيلة اللي انا هعملها. الاول اول حاجة كده معايا ده كده يعني 4 حبات كده من الفلفل الرومي اللي هو اللي مش حراق، واتنين كمان 2 قرن كده شطة حراق، حطهم برضو عليهم غسلهم ومقطعهم كده ايه في الكبة. هنا معايا بقى دي كده معلقة كبيرة مليانة ثوم مفروم كان عندي في الفريزر، على 3 معالق كمون، كمون ناعم، وهنا معايا 3 معالق كده كبيرة كده ملح يعني، وحطيت برضو زودت شطة ناعمة اللي هي دي كده حبايبي يعني نص كده معلقة كده اهوت. بس كده دي كده التتبيلة اللي احنا ايه اللي انا هضربها في الكبة دلوقتي. وهنا معايا حبايبي يعني تعالي ده كده بقى البدنجان. انا كنت عايزة اجيب بدنجان طويل بس ما لقيتش يعني، فما لقيتش بقى عند الراجل اللي هو البدنجان المكبب ده اهوت، فهعمل بيه برضو ما فيش مشكلة. وبعد كده حب اقطعه يعني كده اهوت، ممكن اقطع الواحدة على 2 او 3. دلوقتي بقى حبايبي انا حطيته كده يتسلق في الحلة، ودلوقتي يعني لحد ما يبقى طري كده معايا وفتحته من الجنب. اول حاجة بتفتحيه من الجنب كده اهوت، من هنا كده فتحته بالسكينة كده زي ما احنا شايفين، وحطيته بقى في الميه وبسيبه لحد ايه يعني ما يبقى طري كده ايه حبه، وبعد كده ايه اطفي عليه. إيه هو كده خلاص قرب يخلص كده معايا. دلوقتي بقى ايه هسيبه بس 5 دقايق كده اهوت، مع بال ما اضرب بقى اللي هو الخليط بقى ده كده اللي هي التتبيله. طبعا التتبيله ديت هي هتبقى ياما معايا للبدنجان، لو فضل مني حاجه ممكن ان انا احتفظ بيها في كيس في الفريزر واطلع منها، وممكن حتى لو هقلي بدنجان مثلا طويل ولا حاجه ممكن انا اخد بدها على طول كده واحطه في البدنجان. كده حبايبي دلوقتي بقى ايه هوقف بس دلوقتي يعني 2 دقيقة كده كمان مع بال ما اطفي بقى البدنجان. كده حبايبي كده خلاص انا البدنجانه كده زي ما احنا شايفين كده بقت طريه معايا، بس مش طريه قوي يعني، يعني اللي هي مش تتهري معاكي في قلب الميه، اللي هي بس تحس اللي هي استوت وخلاص بس كده. فببدا بقى ان انا اطلعها. دلوقتي بقى هاخد البدنجان ده اهوت وبرد عليه تحت الحنفية وارجع تاني. كده حبايبي دي كده بقى التتبيلة بقت جاهزة كده معايا، والبدنجان كده انا بردت عليه. دلوقتي في حاجة بس هقول لكم عليها، اللي انا ممكن بعد ما بتحشي البدنجان بالخلطة ممكن اللي انت بتحتفظي بيه في قلب البرطمان بترصيه كده في قلب البرطمان، وبتبدأي بعد كده بتاخدي من المية اللي هي بتاعت السليق اللي احنا سلقنا فيها البدنجان، وبتزودي عليها بتملحيها وبتحطيها على البدنجان. وممكن برضو اللي انت يعني لو هتعملي كمية بسيطة يعني مش بتبقي بقى محتاجة اللي انت تعمليه، فبتعمليه بقى بالتتبيلة، تحشيه بالتتبيلة وبعد كده بتقدميه يعني بتسيبيه قبل التقديم كده بتحطيه في التلاجة يعني
يعني ساعتين كده ولا حاجة لحد ما يتشرب كده من التتبيلة كويس، وبعد كده بتقدميه. بس كده بقى هبدأ دلوقتي حبايبي. لا انا ايه، ممكن اللي انا اقطع بقى البدنجانة. يعني اعمله عشان البدنجان عندي كبير. فانا هعمله ايه على كذا كذا حاجة. يعني تفتحها بقى كده، بتقسمي البدنجان على كذا حتة، وبتبدأي دلوقتي بقى ايه في حاجة ممكن اللي انتي تضيفي على التتبيلة ديت ليمون. انا هنضيف معايا نص ليمونة كبيرة، هبدأ ان انا اضيفها كده اهوت، واحط ايه شوية زيت كده كمان على التتبيلة. كده خلاص هبدأ بقى انا ايه اخد كده بقى من التتبيلة دي كده واحط. كده زي ما احنا شايفين كده اهوت، كده زي ما احنا شايفين كده حبايبي. كده دلوقتي بقى انا هكمل البدنجان بنفس الطريقة كده اهوت، وبعد كده نرجع تاني. كده حبايبي انا كده حشيت البدنجان كله كده زي ما احنا شايفين، خد من التتبيلة اللي انا عملتها كلها. دلوقتي بقى حبايبي انا البدنجان ده اهوت هحتفظ بيه كده اهوت بقى في قلب البرطمان ده اهوت. هبدأ بقى اللي انا ايه اخده كده اهوت وارصه بقى ايه، احطه كده اهو. هكمل الكمية كده حبايبي وارجع. دلوقتي حبايبي انا كده حطيت البدنجان كده اهوت على قد البرطمان ما خد معايا. دلوقتي فاضل بقى معايا الكام حتة دولت، هبدأ بقى اللي انا اسيبهم مع ان هما ممكن برضو ايه زي ما هما كده يعني يتقدموا ويتاكلوا كده. كده بقى الطبق ده هشيله دلوقتي. بس هاجي بقى هنا هبدأ بقى دلوقتي حبايبي معايا دول كده مية السليق بتاعت البدنجان دول كده، يعني حوالي 4 كوبايات مية بالظبط. احط له 4 معالق ايه ملح، يعني لكل كوباية كده معلقة ايه معلقة ملح. وهبدأ بقى انا ايه ادوب كده الملح كده، بس هوقف دلوقتي لحد ما ادوب الملح وارجع.
كده انا هحط بس لحد الميه ما تغطي معايا البنجان وخلاص. كده خلاص كده حبايبي، حط لهم بقى يعني معلقتين كده زيت كده فوق الوش. كده حبايبي كده خلاص مخلي البنجان كده خلص كده معايا، وزي ما شفنا الطريقة بتاعته كانت سهلة جدا وبسيطة. وهنا احتفظت بقى يعني بالشوية دول كده في قلب البرطمان، وبعد ما يعني دلوقتي بقى هدخله بقى على التلاجة ويعني ويقعد بقى كذا يوم كده اهوت. كل ما تعوزي تطلعي منه هتاخدي بس كده. وهنا بقى ده كده برضو يتقدم بنفس الطريقة. ايه كده حبايبي، اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وحاجة سهلة كده وبسيطة وحاجة سريعة كده حبيت اللي انا اعملها معاكم النهاردة. ولو في اي سؤال اي استفسار اكتبولي تعليقات كده وانا معاكم حبايبي. ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا، لو القناه عجبتكم حبايبي يا ريت ان انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. كان معاكم حنان الورقي ومنى وفتحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.